مرحبتين بكم، رجعنا من جديد لفقرتنا الرئيسية واللي طبعا خصصناها أكيد على الجانب التعليمي وخاصة الجانب التعليمي العالي والبحث العلمي. هنحكي اليوم في فقرتنا الرئيسية على خبر جدا مهم ومميز بصراحة، وحيعجب العديد من الطلبة خاصة أنه هو حيكون الفكرة متاع رقمنة أرشيف ومعاملات الوزارة في مختلف الدول في العالم. بس قبل ما نطرق لهذا الموضوع هنستقبل ضيفنا، وحابة أكيد نهدرز معاه قبل. مرحبتين بك دكتور علي أحمد سالم، مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية. مرحبتين دكتور. مرحبتين سيدة منى. مرحبتين بك. طبعا في البداية دكتور، يعني قبل ما نحكي على موضوعنا الرئيسي وأكيد هذا الخبر والموضوع اللي قامت به الوزارة وحتحطنا في الصورة أكيد بهذا الجديد في الوزارة، في بداية الحلقة اليوم في العشية كان عندنا تقرير خصصنا أكيد على انطلاق مسابقة الجامعات الليبية بخصوص الشعر والنثر. احكي لنا أكثر على هذه المسابقة واللي تعتبر بصراحة من بعد سنين طويلة أو من بعد فترة طويلة ترجع من جديد لكل الجامعات الليبية في مدينة سرت. أكيد سيدة منى، تحية لك وتحية لكل مشاهدين الكرام في ربوع الوطن الطاهر. كما نوهتي بالأمس القريب عشنا اختتام المسابقة الرابعة لبطولة القدم الخماسية على مستوى الجامعات الليبية في مدينة الزاوية. نعم. واليوم أو اليوم كان طبعا اختتام مسابقة الشعر في جامعة سرت، اللي في الحقيقة زرنا طبعا يوم الأحد، حضرنا الافتتاح، كان معالي الوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران نجيب قام بافتتاح هذه المسابقة. نعم. رفقة مجموعة من مدراء الإدارات والمهتمين بالشعر. المنظر كان رائع وجد رائع أختي منى، من خلال ما تناول الشعراء اللي تغنوا بالوطن، تغنوا بالمحبة، تغنوا بالسلام، تغنوا بالألفة، تغنوا ببناء الوطن لا يأتي إلا بلحمتنا وترابطنا مع بعضنا. وانت تعرفي سيدة منى برامج النشاط لا تقل أهمية عن برامج العلمية. أكيد. فهي من تصف الطالب والثقفة وتوعيه، وبالفعل تكون لها الشخصية المتكاملة بعد تخرجها. نعم. فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت من أهم ملفاتها اللي بدت فيها منذ استلامها لمهامها في حكومة الوحدة الوطنية برنامج النشاط، وبالفعل الآن أعدت برنامج متكامل من خلال تواريخ محددة تقام فيها نشاطات. فمن خلال هذه المسابقة تم الإعلان عن دورة رياضة الشطرنج ومسابقة رياضة الشطرنج التي تستضيفها بإذن الله جامعة الجفرة خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. كذلك سيدة منى، ما لفت انتباهي أن جامعة سرت تستاهل وهي محظوظة بالفعل في زيارة معالي الوزير ومن خلال تجوله في مرافق الجامعة. حقيقة وجدنا أو لاحظنا ما لحق بمرافق الجامعة من خراب ودمار نتيجة مشادات الأحداث السابقة الماضية، فعلى الفور معالي الوزير أمر بصيانة عاجلة لأكبر مدرج في جامعة سر وهو مدرج كان، وكذلك مبيت الطالبات. وبالفعل طبعا كان هذا يوم السبت اللقاء والجولة. يوم الأحد في الصباح من الساعة السابعة الشركتين اللي تم تكليفها بدوا في العمل بالفعل، وبمشيئة الله بعد ست شهور مدرج كانوا بإذن الله حيكون مستلم، بيتم تسليمه لجامعة سرت كأكبر مدرج، تقريبا 1200 شخص يرفع هذا المدرج. كذلك المبيت الطالبات، لأن أنت تعرفي الخطة المستقبلية. نعم. لمعالي الوزير يجب بالفعل أن كل الأقسام الداخلية ترجع. نعم. لأن خلال إعادة تقييم كل الجامعات ومن خلال طبعا إعداد برامج الجودة، الجامعات التي لا ترتقي للجودة المطلوبة سوف لن تكون موجودة في السنوات القادمة. صحيح. بالتالي الأقسام الداخلية سوف تعود من جديد، وهي بشرة لكل أبنائنا، لأن بالفعل إحنا درسنا في أقسام داخلية بعيد عن مدننا، فتعرفنا على على طلبة من كل مناطق ليبيا، فتجد أن حتى ثقافتنا تختلف. صح. على من الآن اللي تجربة خاصة يعيشها الطالب بالفعل. دكتور حضرتك من خلال حديثك توا يعني حكيت لنا على مسابقة الشطرنج اللي حتكون في مدينة شفارة. الجفرة تمام. تقدر تحكي لنا أكثر يعني أمتى حتكون
في الجفرة، وشنو تكون فيها من فعاليات غير أن هي مسابقة شطرنج؟ هي طبعا هي الان مكتب النشاط مشكور برئاسه الدكتور موسى العماري وضع عده برامج بينها كما نوهنا خلال تقريبا الشهر القادم في مشيئه الله حتكون بطوله الشطرنج في جامعه الجفره تقريبا في مدينه ودان. بالاضافه لذلك الان هناك كذلك دراسه لان تكون مسابقة الدراجات في الجبل الأخضر على مستوى الجامعات الليبية، بالإضافة لذلك سوف تكون مسابقة تحفيظ القرآن الكريم للطلبة وكذلك الطالبات. فهذا طبعا مازال لم يحدد المكان ولكن قريبا بمشيئة الله سوف يعلن. نعم الوضع دكتور، يعني انتم حاطين خطة انكم تتجولوا من مدينة لمدينة من منطقة لأخرى، حابين انكم يعني تنوعوا في المجال الثقافي في هذا الجانب في كل الجامعات الليبية، ففكرة جدا حلوة بصراحة. هي طبعا سيدة منى لما يلتقي طلبة الجامعات على مستوى ليبيا كل مرة في مكان في حد ذاته ثقافة أن هم يتعرفوا على مدنهم وعلى مناطقهم وما إلى ذلك. وحبيت أن نقول لك والله من خلال زيارتنا لمدينة سرت سيبت أثر كبير في داخلنا، تعامل الناس وطيبتهم وكذلك حرصهم على الرقي بجامعتهم ولعودة العملية التعليمية إلى ما هو أفضل. فالحقيقة من خلالكم نشكر كل أهالي مدينة سرت فرد فرد على ترحابهم وعلى استقبالهم وعلى تضامنهم مع جامعتهم في سبيل أن هي ترتقي بمناشطها الثقافية وترتقي بمناشطها الرياضية، لأن كيف ما حكينا لا تقل أهمية عن العملية التعليمية عن البرامج التعليمية هذه. ونحث كذلك كل الجامعات التي لم تشارك، الحقيقة معالي الوزير لليوم بس وقع عدة رسائل استهجن من خلالها كل الجامعات التي لم تشارك في هذه المناشط، لأن بالفعل الآن الطالب في هذه الفترة بالذات حساسة محتاج أنه هو تكون عنده مناشط ثقافية، مناشط فنية، مناشط رياضية حتى يخرج من الضغط النفسي اللي هو فيه. لأن أنت تعرفي مرنا بأزمات كثيرة من خلال 10 سنوات بالإضافة لجائحة كورونا، فكل هذا الحقيقة راهي مسبب ضغوطات نفسية للطالب، وكيف ما حكينا حتى نغير له نفسيته ويكون تحصيله العلمي أفضل. هذه حتى من خلال كل الدراسات تأكد أن الجانب النشاط الجامعي لا يقل أهمية عن العملية التعليمية، بل هو مكمل، بل هم الاثنين مكملين لبعضهم. فعلا دكتور، طبعا توا حننتقلوا لجانب آخر ومش بعيد أكيد على الجانب التعليمي دكتور. يعني نحن عارفين أن في مشاكل للأسف يتعرض لها الطالب، يعني مش بس أنه هو موجود مثلا في ليبيا، لا يعني مرات يكون الطالب متخرج وقاعد برا ليبيا وحابب أنه يتحصل على الشهادة، الشهادة سواء الإفادة التخرج أو الشهادة الجامعية، وتكون عنده صعوبة كبيرة غير طبعا صعوبة أصلا تحصل على أوراقه بشكل كامل. في موضوع في بخصوص هذا الجانب، وحضرتك أكيد حتحكي لنا أكثر في هذا الموضوع وتفاصيل أكثر، بس شنو رأيك خلونا نتابع هذا التقرير، جهزنا تقرير بخصوص هذا الموضوع ونرجع نحكي أنا وياك أكثر. التعليم الجامعي مرحلة مهمة وأساسية في حياة الطالب، تفتح له أبواب سوق الشغل على مصراعيها. مرحلة ورغم قصر مدتها إلا أنها تشوبها بعض المشاكل والعراقيل، خاصة منها تلك الإدارية والتي تتعلق بالأوراق والإجراءات المقيتة. 15 مركبا جامعيا في ليبيا يدرس فيها طلبة من مختلف أنحاء البلاد بهدف التحصيل العلمي ونيل شهادة علمية تثبت مكانتهم وتكافئ أولياء أمورهم على صبر السنين. مجهودهم هذا يذهب أحيانا هباء منثورا، والسبب أن أحد الأشخاص قرر الحصول على شهادة تعليم عالي دون أن يرتاد الجامعة وهو الذي لا يعرف من أين طريقها. والمزورون والمحتلون كثر في بلداننا، سبب من عدة أسباب دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للانطلاق في رقمنة أرشيفها وجل وثائقها ومعاملتها، حتى تغلق بابا من أبواب التحايل على المؤسسات وهضم جناب شباب يتعب ويكدح لسنوات. خطوة رغم تأخرها إلا أنها تمثل لبنة أولى لرقمنة وتطوير مرافق التعليم في ليبيا، يأمل كل الليبيون أن تنسج باقي المؤسسات والإدارات على منوالها.
طبعا دكتور من خلال هذا التقرير أكيد عرفنا أكثر بخصوص هذا الموضوع، هي رقمنة الأرشيف والمعاملات في التعليم العالي والبحث العلمي. احكي لنا أكثر دكتور عن هذا المشروع الجديد. هو طبعا سيدة منى ملفات عدة اهتمت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ استلامها لمهامها في حكومة الوحدة الوطنية، واللي من بينها التحول الرقمي في الوزارة. فحقيقة مباشرة تقريبا بعد شهر من استلام معهد التعليم العالي الدكتور عمر النجيب مهامنا، جلست مع بعضنا قال لازم تكون في ثورة رقمية في التعليم العالي، والموضوع هذا لازم نبدأ فيه. وبالفعل ونحن عارفين أن المدة الزمنية لحكومة الوحدة الوطنية ليست طويلة، لكن قدر كان أن نحن نرسم دعايم ونرسم خطوط عريضة حتى اللي بيجي بعدنا يلقى أساس لاستكمال هذه المشاريع المهمة، اللي من بينها طبعا ومن أهمها اللي هي المنظومة الموحدة للجامعات الليبية. هذه المنظومة سيدة منى طبعا بتكون فيها بمشيئة الله كل البيانات المتعلقة بالطلبة، كل البيانات المتعلقة بالموظفين، كل البيانات المتعلقة بأعضاء التدريس والمعيدين في مختلف دول العالم دكتور، ولا في دول معينة؟ لا احنا اللي هي طبعا فيما يتعلق بجامعات الليبية. نعم. من خلال منظومة وين حتكون المنظومة؟ حتكون. نعم. المنظومة طبعا الرئيسية هي السيرفر، حتكون في شركة ليبيا للاتصالات، وطبعا هي بتكون طبعا ويب ابليكيشن، من خلال طبعا من خلالها بتدخل مباشرة الكلية، بداية من الكلية فيها يسجل الطالب مباشرة، يقدر يدخل مباشرة على الكلية ويختار الكلية اللي بيها مثلا بداية تسجيله، يبقى طبعا هو معلق الاسم بتاعه وبيكون فيه طبعا كل بياناته ومن ذلك. في حالة قبوله أو انه هو مثلا تقدر تقول وفق متطلبات اللي تطلبها الكلية، سواء كان من نسبة النجاح وما الى ذلك، واذا كان في امتحان مفضلة بتدعيه كذلك من خلال المنظومة، من خلال رسالة قصيرة اس ام اس بتوصلها في هاتف بعد طبعا نظر المسجلين. بالنسبة اللي هم مش مسجلين بيبقى طبعا معلق، لما يقبل مباشرة يتم تسجيله ويمنح له رقم جامعي، هذا الرقم الجامعي يمشي معاه حتى تخرجه. كيف الرقم الوطني بالضبط؟ أنا لما بينزل المواد على سبيل المثال في الفصل الثاني يدخل الرقم بتاعه مباشرة، ويدخل للموقع بتاعه اللي هو الملف اللي خاص به، الملف هذا فيه كذلك كل مستنداته المطلوبة، احنا حنحتفظ بها حتى إلكترونيا من خلال ملف مضغوط PDF تحفظ في المنظومة أيضا في خانة خاصة بالملف الشخصي تقعد محفوظة في خانته، ومباشرة الطالب ينزل مواده من خلال من بيته، وفي نفس الوقت يختار المواد اللي يبيها حتى من بيته بعد ما يتم تنزيل المواد. أمتى بدأ هذا المشروع دكتور؟ هذا المشروع طبعا الآن احنا في المرحلة الأولى، الآن احنا طبعا في إدخال البيانات تقريبا مش أقل من 50% الآن تمين، تقريبا توقع أن شهر آخر بكثير تكون كل بيانات طلبتنا على مستوى ليبيا موجودة في هذه المنظومة، وتنساب مباشرة مثلا يسجل في كلية الكفر على سبيل المثال بياناتها تنساب لوزارة التعليم مباشرة. فوزارة التعليم لو تسأل الآن وزير التعليم تقول له قداش عندك طالب يقول لك ما نعرفش. ماهيش الآن للأسف الشديد ما فيش شيء يربط الجامعات الليبية والكليات اللي فيها بالوزارة، لكن من خلال هذه المنظومة بزر واحد نقدر نعرف قداش عندي طالب، قداش عندي عضو تدريس، قداش عندي موظف من خلالها. إدارة دكتور يعني بس نبي نعرف منك، هو مشروع إن شاء الله يعني هيبدأ قريب صحيح؟ الآن قيد التنفيذ. قيد التنفيذ الآن تقريبا 50% ولا أكثر في متعلق بالبيانات، مش أكثر من شهر كل بيانات الجامعات حتكون موجودة. بهلي أصلا متخرجين ومحتاجين لإفاداتهم هم برا البلاد، يعني حابة نفهم الجزئية هذه أكثر دكتور بما أن في رقمنا للأرشيف. أنا خلي طبعاً بنزيد نكمل لك الجزء مازال جزئية. طبعاً الطالب اللي عند 4 سنوات هذه المنظومة معدة وفق اللائحة المنظمة للدراسة في ليبيا. على سبيل المثال إنسان مثلاً أدرس مثلاً إرسب مرة 2 3 بالتأكيد هناك لوائح، في حال مثلاً يكون معدلك التراكمي مثلاً هوش في المستوى مباشرة بيجيك إنذار من خلال رسالة قصيرة عبر الهاتف متاعك، تجيك رسالة تقولك أنت الآن رأي عندك إنذار، وكذلك رسالة في الإيميل متاعك كطالب.
بالإضافة لذلك إذا كان مثلا طالبة قالت أنا والله ما نبيش نعطي رقم هاتفي، أعطينا رقم هاتف والدك. طبعا احنا حاولنا قدر الإمكان أن نراعي حتى الظروف الاجتماعية، في حالة مثلا طالبة ما حبتش تعطي رقمها قلنا لهم خذوا رقم ولي أمرها، فالرسالة هذه تمشي لي ولي أمرها. عندما يتخرج الإنسان الطالب قصدي ويكمل كل المتطلبات الدراسية منها، طبعا بيلقى الشهادة متاعها PDF داخل هذه المنظومة عليها الرقم الجامعي الخاص به. في أي دولة في العالم يقدر يسحب الشهادة متاعها وما فيش، لأن على فكرة مربوط بالجودة، مركز ضمان الجودة أيضا عند كذلك المنظومة هذه موجودة عنده مركز المعلومات والتوثيق وبوزارة التعليم العالي، وموجودة طبعا هي في السيرفر اللي هي في سحابة المدار اللي تقريبا بسم الله ما شاء الله نسبة الأمان فيها تصل إلى 99% بمشية الله. فالموضوع هذا بإذن الله إن شاء الله طبعا نفس برامج المصارف كأن مصر ليبيا المركز، يعني المنظومة تعملوا بها بياناتها كأن مصر ليبيا المركز. بالإضافة لذلك طبعا احنا بعد ما نكمل السنوات اللي موجودة الآن في الجامعات الدرس بنبدو نرجع للوراء، مثلا خريجي السنة الماضية دخلوهم، خريجي السنة اللي قبل وهكذا، تقريبا المستهدف مش أقل من 15-20 سنة للوراء. كم حتاخذ المدة الزمنية دكتور بإنكم تحطوا يعني السنوات اللي موجودة في القرار، وكم سنة بإذن الله يعني حتاخذوا في القرار؟ هي أستاذة منى طبعا احنا من خلال طبعا تجربنا السابقة وخلال تجارب الخبراء اللي جلسنا معاهم في ورش عمل مختلفة في متعلق بهذا الموضوع، طبعا هي تقريبا بعد سنة ونص نتأكد من خلال طبعا التجربة العملية لهذه ان هي قدرنا طبعا نتلافي كل الأخطاء، قدرنا نطور، قدرنا احنا نصل الى منظومة متكاملة. بالإضافة لذلك حبيت أنأكد لك ان هي ايضا بالرقم الوطني بمشيئة الله، معنا الطالب نقدر نأكده من خلال الرقم الوطني بالإضافة للرقم الجامعي واحد أيضا هتكون خلال منظومة الآن بدأ فيها المشروع، بعدين الآن يسلموا إن الطالب الآن بيسلمنا رقم جامعي. على سبيل المثال أنت مثل طالبة سجلت في قاسي وماشي بتسجل مثل مسؤولة مثلا من جامعة في طرابلس، مباشرة أول يدخلوا رقمك الوطني يقول لك للأسف الشديد أنت راك تسجل وتم فصلك في طرابلس، فهي كيف حكيت لك بالكامل برقمك الوطني بالإضافة للرقم الجامعي الموحد. نعم دكتور، أخيرا يعني شو الأسباب اللي خلتكم أنكم تديروا أرشيف يعني مرقما في هذا التوقيت؟ يعني هل تطوير للخدمات ولا أن في أشكالية صارت خلتكم أنكم تتخذوا هذا الموضوع أو هذا المشروع؟ أكثر من سبب بالتأكيد اللي هو طبعا حابين نحن نوفر الزمن والجهد والتكلفة لكل أبنائنا الطلاب وتوفير كذلك البيانات المريحة لهم من خلال بيوتهم، وبالذات في ظل هذه الأزمات وما إلى ذلك، وكذلك أن العالم الآن أصبح هكذا. بالإضافة لذلك أستاذ منى للأسف الشديد التزوير اللي حادث في الشهادات الجامعية على مستوى ليبيا كبير جدا، والله شيء مؤلم يا أستاذ منى. كليات بالذات التعليم الخاص اللي أيضا فتحنا ملفه وتقريبا الآن سكرنا حدود 24 جامعة خاصة، للأسف الشديد القناة لا ترقى لمستوى الجودة وما زال تقريبا ستقفل أكثر من جامعة. في تزوير كبير دكتور؟ جدا يا سيدة منى، فبالتالي رأينا أن لابد من وجود منظومة تمكننا في إحصائية؟ أي تغيير. نعم في إحصائية لكم دكتور؟ إحنا ما نعطيكش بالضبط الإحصائية، ولكن الحقيقة كثير جدا خاصة في البعض من ليس كثير في اللي يشتغلوا في مجال التعليم. نعم. ولكن اللي بيأخذ فيها ترقية سواء كان في الداخلية أو القوات المسلحة، وفيه البعض اللي بالذات في الطبيات اللي بيفتح فيها صيدلية وما إلى ذلك، والآن لدينا برامج عمل كذلك حتى مع نقابة الصيادلة في سبيل التأكد من كل الشهادات اللي الآن ممنوعة. نعم. من الجامعات الخاصة اللي للأسف معظمها لا ترقى لمستوى الجودة، بل هي إدامة وضعناها في معيار الجودة غير صحيحة. نعم. فإحنا الآن بمشيئة الله سوف ننهي هذه المشكلة نهائيا. نعم. لأن المنظومة بتشتغل وفق اللائحة، الطالب اللي هو ما هو جيد وبتفصله المنظومة، ما عادش يجي حتى قرار من حيقعد يعني القانون قانون دكتور، وما فيش يعني نوعا ما
أكيد فساد في هذا الجانب، وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله على مجهوداتكم الكبيرة والأفكار والمشاريع اللي تقوموا بيها حضرتكم يعني أكيد دكتور علي. بصراحة أنا حنكون سعيدة جدا أن يكون عندنا معك فقرات أخرى أكيد في العشية، كل مرة حنتناولوا مشروع من ضمن المشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا لك توا أكيد دكتور علي، وسعيدة جدا أكيد بكل المعلومات اللي قدمتها لنا. دكتور علي أحمد سالم، مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، شكرا لحضرتك ولتواجدك أكيد. من فقرتنا الرئيسية حنعدوا لفاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الفنية ومجموعة من الأخبار الجديدة.